متابعينا الافاضل في كل مكان، اصواتنا تتواصل، شوت يليه شوت وتحدي وراه تحدي. هنا اتيت الاشاره وانطلق الشوط الرئيسي المخصص هنا للقعدان الصعوب لرحله ومسافه هي 1200 مع فئه المفاريد. مراقب ومتابع، هنا صياد لفيصل بن عبد الهادي البريدي، هنا مع الصياد لينطلق ويندفع معنا بالتحدي والإثارة والمتعة، ليكون حاضرا ويصطاد الرمز، يصطاد الكاس، ومن ثم هناك الوشاح ويطلى بمادة الزعفران. المركز الثاني وصلت مع الرومي فاد محمد الدوسري، ثالث المراكز شاهين لحمد بن محمد الزعبي، هناك في ثالث المراكز رابع المراكز وصل هنا لعبد العزيز بن علي بن عبد الله ال جميل التميمي، ينطلق معنا بالتحدي والإثارة والمتعه. ولكن دعونا نبقى مع صياد من انطلق من البدايه وكل اماله مع البريدي، مع البريدي فيصل بن عبد الهادي البريدي. الصياد يا صياد يا صياد انطلق ليصطاد الوشاح والكاس، ومن ثم يسعى لياتي مع البارق مع التوقيت. انطلاقة صياد فيصل بن عبد الهادي البريدي، فيصل بن عبد الهادي البريدي، وهناك شاهين لحمد محمد الزعبي. يا سلام يا سلام، إثارة ومتعة وصياد فيصل بن عبد الهادي البريدي مع صياد انطلق واندفع ليكون حاضرا بالتحدي والإثارة والمتعة. تهانينا تهانينا والناموس لمالك صياد فيصل بن عبد الهادي البريدي. المركز الثاني وصل شاهين لحمد محمد الزعبي، ثالث المراكز وصول دخول طماع لرومي فاد محمد الدوسري.